شقتنا. معلش ما حدش اجيب حاجه احسن من كده. انا مش عايز احسن من كده، كفايه ان بقى لينا مكان لوحدينا. يا عايزه، انا طول عمري بحلم بالاربع حيطان دول. طب اما ده عينيكي ليه؟ اما ده عينيكي. لا لا، ما تقولي ليه الاول. عامل لك مفاجاه. مش هغمض لما تقولي. عامل لك مفاجاه. غمض. خلاص خلاص تعالي اقعد فتحي. طب اقعد اخبط بس. ها ما تخافيش انا ماسكك. اقعد فتحي. لسه كتير. تعالي بس. ده هتوقعني على فكره. خلاص قربنا. ها فتح عينيك. فتح؟ متأكد؟ لا مش ممكن، مش ممكن يا عيسى، مش معقول. انت عملت كل ده امتى؟ يا نهار ابيض. بص بص، فاكر لما كنا بنذاكر سوا؟ يا لهوي يا عيسى، كان شكلنا مسخره قوي. فاكره دي فين؟ ايوه طبعا، اول يوم العيد. فاكر الفستان ده؟ طبعا. انت اللي كنت جايبهولي. يا عيسى، اجمل سنين عمرنا. عيسى عشان خاطري اوعى تسيبني تاني، انا ممكن اموت من غيرك. عرفت ان نعيم كان عندك. مش قادر ينسى اللي عملته فيه، وبلغني انه بيفض شركتنا. انت كنت عايزه تفضلي مشاركه؟ متغير عليا؟ هو مش معقول تبقي مشاركه واحد كان عايز يتجوزك؟ اه بس كان ساندني قوي في الشغل. ده انت قصدك تغيظيني بقى. لا 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 والله خالص، بس عايزاك تاخد مكانه في شغلي. اشاركك؟ في السر؟ زي ما احنا متجوزين في السر. دي بالذات ما تنفعش في السر. خايف رانيا تعرف؟ مش رانيا بس، احنا متفقين من الاول جوازنا هينتهي في اللحظه اللي هيتعرف فيها. من ساعه ما رجعت من السفر انا شايفاك متغير. انت بس عشان سافرتي وسبت الشغل كله فوق دماغي. هتيني رجعت؟ شكلك راجعة مبسوطة. الدكاترة طمنوكي ولا ايه؟ يعني الحمد لله، قالولي يعني ممكن بعد العملية اللي انا عملتها دي احمل، حتى لو الامل ضعيف بس عايش عليه. مبسوط؟ هو انا باين عليا غير كده ولا ايه؟ لا بالعكس، باين عليك مبسوط قوي كمان. هو فاق شوية وقال عايز البوليس، تقريبا هيعترف عن اللي حاول يقتله، ده اللي أنا فهمته، عشان كده كلمت حضرتك بسرعة. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا ماهر، ورا الظابط اللي بيحقق في محاولة قتلك. قول يا ماهر، مين اللي حاول يقتلك؟ ماهر، قول يا ماهر، مين اللي في مصلحته يخلص منك؟ قول لي يا ماهر. ماهر. ايه؟ امل. امل؟ امل مين؟ انت تقصد امل السكرتيره ولا امل حد تاني؟ وايه علاقتها بمحاولة قتلك؟ قول لي يا ماهر، انا سامعك. قول يا ماهر. ماهر. امل. اتكلم يا ماهر، انا سامعك. امل مالها؟ ماهر اتكلم يا ماهر. ارجوك يا فندم ما ينفعش كده. قال لي معلومة مهمة ولازم تفهمها لي. أنا قلت لحضرتك إن هو بيفوق شوية وبعدين بيغيب. أنا مش همشي من هنا قبل ما أسمع كل اللي عنده. حضرتك مش هتقدر تسمع منه دلوقتي أكتر من اللي سمعته. إيه حاولت تقتلي ماهر؟ ما حصلش. ماهر اعترف عليكي. طبعًا كنت فاكرة إنه هيفضل في غيبوبة لحد ما يموت.
وما بيتكلمش ولا كلمة. مفيش أي حاجة تخليني أقتل ماهر. قلت لحضرتك قبل كده ده مجرد أوفيس بوي في شركة أنا كنت شغالة فيها. مجرد أوفيس بوي؟ ومع ذلك رحتي زرتيه في المستشفى؟ يعني أنا غلطانة يعني إن هو صعب عليا فقلت أطمن عليه؟ أنت حاولتي تطمني إنه مش هينطق بولا كلمة وإنه لسه في غيبوبة. حضرتك أنا ما عملتش أي حاجة أخاف منها، ولو في عندك أي دليل ضدي يا ريت أعرفه. أحسن لك تقدير في كل حاجة. مش هتقدري تنكري أكتر من كده. أنا ما عنديش غير اللي أنا قلته. أنت معتمد على شهادة واحد في غيبوبة، مش فاهم هو بيقول إيه. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أمال ليه سارة بتقول إنه مش شبهي؟ ده نسخة مني. حرام عليك يا أخي، اتقي ربنا. ما أنا مش عسيلي يعني، اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس، ولا إيه رأيك يا حبيبتي مش شبهي؟ يا ابني هو لسه ما بانش عليه، بكرة يكبر وياخد منكم أنتوا الاتنين. أنا هسميه حمزة. نعم. هو أنت اللي حملت فيه ولدته ولا إيه؟ ما لو كنت بحمل على فكرة كنت حملت وولدت أنا كمان. ليه هو ماجستير هو كمان؟ يا ساتر يا رب، أنت مش لسه من ولادة ومحدودة، أنت جايبة الإيه وبتتخانقي بيها معايا دي إزاي؟ أنا هسيبكم تتخانقوا براحتكم وأمشي أنا، أنا إذنكم. ماشي 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 ماشي. خد يا ست أهو جنبك أهو وسميه زي ما أنت عايزة. أنا بفكر أسميه حمزة. نعم يا أختي. إيه الاسم عاجبني الله. كويس كويس والله إن في حاجة أخيرا متشين عليها إحنا الاتنين. فرحان يا وسيم؟ طبعا مش أول مرة بقى. بتهيألي كده يا سيمو، حمزة هيخليك تقعد معايا كتير وما تسيبنيش زي الأول. شوفوا 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 اكيد طبعا. تهيألي كده كمان ان هو هيخليك تحبني اكتر من الاول. على فكره طنط عندها حق، هو واخد احلى ما فينا احنا الاثنين. عيني خضرا. اه خلاص يا بوزي 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 بوزي. خلاص يا الجمال خلاص. شفت ابننا حلو ازاي؟ مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. ها بقى هنسميه ايه؟ لا انت بقى اللي هم بقى اللي هم هي اللي بتحمل وتلد، انت بقى اللي تسمي، عازم لك الموضوع ده. انا هسميه حمزه. ليه؟ ليه؟ كتير كتير قوي بقى كده. ايه حمزه وحش مش عاجبك حمزه؟ لا انا قصدي كتير كتير على الولد يعني، مش معقوله الولاد كلهم هيطلع اسمهم حمزه يعني. ليه مين مسمي حمزه؟ مين مسمي حمزه؟ لا ما تاخديش في بالك، احنا نسميه اسم تاني، نسميه نزار، نسميه نضال، مشرقي يعني، ايه رايك؟ مين مسمي حمزه؟ قول لي مين مسمي حمزه؟ اصل بصراحه مريم ولدت النهارده وجابت ولد وسميته حمزه. ايه؟ ويا ريت خلف النهارده. ليه يعني؟ انا مش فاهمه ليه تخلف في نفس اليوم اللي انا هخلف فيه. لا ما عندك حق، كان المفروض امسك الطلقه عشان ما يحماش وتولد، انا هعملها ازاي يعني؟ انا عارفه، انا عارفه ان هي قصدت انها تولد في اليوم اللي انا هولد فيه. يا حبيبتي ما حدش كان عارف ان انتوا الاثنين هتولدوا النهارده. ده انا حافظاها. وبعدين بقى انا عايزه افهم، يعني هي جايبه ولد زيي وكمان عايزه تسميه حمزه زيي؟ انا مش فاهماها بجد. تكنيكلي هي خلفت قبلك فسمت قبلك. طب ايه رايك بقى ان انا هسميه حمزه وهي هتروح تغير الاسم، تختار لها اي اسم تاني، انا هسميه حمزه ماليش دعوه. حرام عليكوا بقى. انا لو متجوز غايه وسكينه مش هعمله فيها كده.